لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وذكر حديثا واحدا، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال: متفق عليه. قال: الموبقات المهلكات. باب تأكيد تحريم مال اليتيم. وهذا الباب بوب له يعني النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب تأكيد تحريم مال اليتيم، لأنه نوه على ذلك في ما سبق في الأمور المنهية عنها، وهنا يؤكد ذلك الأمر مرة أخرى في هذا التبويب: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ. أما إذا بلغ الصغير فلا يسمى يتيما، فلا يسمى يتيما. ووصف اليتم ليس هو الذي من أجله يعني يكون وصف الضعف، وإن كان الغالب في اليتيم ذلك، لأن اليتيم وإن كان غنيا يعني قد يموت أبو الولد الصغير ويترك له المال الكثير فهو يتيم غني، لكنه أيضا انكسر. نسأل الله تعالى يعني أن يحفظ يعني أولاد المسلمين، ويعني يجبر خاطر أيتام المسلمين، حتى مهما كان أبوه غنيا وترك له ما ترك من المال فهو مكسور. لماذا؟ كسر خاطره بموت أبيه، فهو ربما يرى من حوله الأولاد ينادون: يا أبتي، يا أبي، يا كذا، وهو ليس له ذلك. الأولاد يذهبون إلى الفسح والرحلات وكذا، وهو ليس له ذلك وغير ذلك. إذن فاليتيم ضعيف من وجه معنوي، هذا في كل من مات أبوه في الصغر فهو ضعيف بهذا الاعتبار، ولكن باعتبار الغنى والفقر لا، هذا قد يختلف الأمر. لماذا؟ لأنه قد يكون اليتيم غنيا لكنه ضعيف. لماذا؟ لأن الذي يحميه بعد الله عز وجل في الدنيا أكثر من يحميه أبوه، ومات أبوه، ولذلك ربما يطمع فيه من يطمع من أقرب الناس إليه، ربما يطمع عمه أو جده أو نحو ذلك في ماله الذي تركه له أبوه. وكم من يعني الصور المأساوية في أكل مال الأيتام من الورثة أو من الأوصياء الذين يقومون عليهم بالرعاية يأكلون أموالهم. ولذلك صدر الإمام الباب بهذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون النار في بطونهم والعياذ بالله، لأن هذا المال والعياذ بالله الذي يأكلونه سيتحول إلى نار في الآخرة في بطونهم والعياذ بالله، وهم في الدنيا كذلك. هذا المال الذي يأكلونه في بطونهم نار عليهم والعياذ بالله، سيعذبون به ربما في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يا ورثة، يا أوصياء، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يعني لو أخذت من مال اليتيم شيئا تأخذه بالمعروف، مثلا كحال الوصي مثلا الذي يقوم على اليتيم،
فالوصي ربما يتفرغ ويفرغ من وقته عشان يراعي اليتيم. فهنا يشرع ان احنا نعطيه من مال اليتيم مرتبا او نحو او ياكل مع اليتيم او نحو ذلك لا بأس، لكن بالمعروف، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. خلاف بعضهم يقول لهم سيبوا لي بس الحياة بتاعه العيال وانا هراعيها كلها، عمهم مثلا ياخد يكلبش على كل الورث ويقول لهم انا هراعيهم ويجي يديلهم الفتات. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ان الذين ياكلون في اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. الصحابه لما نزلت هذه الايات خافوا، ومن كان عنده يتيم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في ترك امر اليتيم. الاوصياء يعني اللي عنده مثلا يتيم هو واصي عليه. ده كان كتير في الناس زمان، كفالة اليتيم دي كانت عندهم من غير شهرة زينا دلوقتي. كان الأوصياء دول أي حد بيموت، القبائل دي طبيعتهم العرب، حد بيموت وساب أولاد ممكن يخشوا كل الأولاد دول على أسرة تانية يعيشوا معاهم، ويكون الشخص ده وصية عليهم، ممكن يكون عندهم مال الأيتام دول هو وصية عليهم، بيعمل لهم مالهم بقى، يتاجر فيه، يصرف عليهم منه، يعمل كذا، يوديهم كذا، يسوي يعالجهم، يأكلهم، يشربهم. الصحابة لما سمعوا الآيات بتاعت الترهيب دي خافوا، حتى رفع كل واحد منهم يده عن مال اليتيم واعتذروا عن ذلك. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الأيتام أو يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. لا، أنتوا على عمل جليل، انت هتقوم على امر اليتيم، ده عمل جليل جدا كما سياتي في بعض النصوص. قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم، ما تخافوش يعني اذا كنتم عندكم دين. وان تخالطوهم يعني هتخالط، كان بيحصل ايه؟ كان اليتيم عنده مال والراجل في البيت عنده اولاده، عنده 10 اولاد والايتام مثلا عنده 2 3، فكان بياكلوا مع اولاده، فبياخد من مال الأيتام دول يحط في المال اللي عنده على قدر حصتهم، فخافوا. فقال الله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، مفيش حرج، بس أهم حاجة إيه؟ بالتقوى، والله يعلم المفسد من المصلح. وربنا عالم بيكوا بقى، أنت عليك تخالطهم ده عمل بر، عليك تربيهم وتقوم عليهم ده عمل بر، واللي هيغش والله يعلم المفسد من المصلح، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الآيات توصي باليتيم، ولا سيما أن الإسلام جعل تشريعات خاصة يتعلق فيها حق اليتيم سبحان الله، بما يدل على الاهتمام بأمره. تجد الزكاة الأيتام مذكورين فيها، الصدقات الأيتام مذكورين فيها، الكفارات الأيتام مذكورين فيها، الفيء الأيتام مذكورين فيها، الغنائم الأيتام مذكورين فيها، سبحان الله. وهذا يدل على مكانة اليتيم في الإسلام. وأما الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات أكبر الكبائر، وذكر منها قال وأكل مال اليتيم، اللي هيأكل مال اليتيم هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر والعياذ بالله. الذي يأكل مال اليتيم يأكل في بطنه نارا والعياذ بالله. مال اليتيم يتربص بنقمة من الله عز وجل، أي والله، والأمثلة والصور لا تحصى في عالم الناس. أنا أختم ب يعني قصة قرأتها في مقالة لأحد الدعاء، يعني ذكرها عن يعني يتيم وما حصل له ونحو ذلك يعني، وكيف كانت عاقبة الظالم. ملخص هذه القصة أن يعني أخا قد مات وترك ابنا له طفلا يتيما، فلما مات الرجل وضع أخوه الأكبر يده على المال، والصغير كان صغير، وجاء يعني وظل الصغير هذا لا يستطيع أن يأخذ شيئا. فلما كبر هذا الصغير وصار شابا ورجلا ونحو ذلك، جاء لعمه وقال يا عم اعطني مالي الذي تركه لي أبي. قال ليس لك عندي شيء،
أنا أنفقت عليك وخلاص ومالكش عندي شيء. فقال أنا سأشتكيك. قال اذهب فاشتكيني إلى أعلى قاضي في البلد. قال لا، أنا لن أشتكيك إلى قاضي الدنيا، أنا سأشتكيك إلى قاضي الدنيا والآخرة. فاستهزأ بكلامه ونحو ذلك وانصرف للشاب. يحكي يعني هذا الشاب يقول سبحان الله، بعد أيام خرج عمي هذا بأولاده جميعا بالأموال التي أخذها كلها وأثارها معه، خرج بهم يتنزه في نزهة كبيرة يعني استراحة ونحو ذلك وقصر ونحو ذلك، يذهبوا يعني يتنعمون بهذا المال. فإذا بهذا الرجل بكل أولاده في حادث سيارة يموتون، في حادث السيارة وهم متجهون إلى الفسحة يموتون، وترك هذا الرجل كل ماله ولم يكن له وريث إلا ابن أخيه هذا، كانش له ورثة لأن زوجته ماتت وولاده ماتوا كلهم وملوش ورثة غير ابن أخوه ده. سبحان الله العظيم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. رجع المال لصاحبه، وكذلك حرم الظالم الطماع من هذا المال. فأكل مال اليتيم كبيرة من أعظم الكبائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الكبائر. وقد جاء في حق اليتيم أيضا الأدلة الكثيرة جدا، أذكر يعني في ختام الكلام على هامش ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين. أحرج يعني أعظم من إثم ذلك، الحرج هو الإثم، أعظم من إثم ذلك اللي يعتدي على حق الضعيفين اليتيم والمرأة، المرأة يعني ضعيفة. قال: وقال أنا وكافل اليتيم كهاتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقف على باب تغليظ تحريم الربا إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.